بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي الأمين، وبعد، فمرحبا بكم في هذا البرنامج الصباحي، صباحكم مصري. أسأل الله أن يجعل صباحنا وصباحكم صباح الشاكرين، وقلوبنا قلوب الخاشعين. ونحن في شهر رمضان المعظم الذي عظمه الله وصرح باسمه، فما من شهر صرح الله باسمه بمثل شهر رمضان. قال الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وهذا الشهر هو شهر الصلح بلا خصام، هو شهر الجمال بلا قبح، هو شهر النور بلا ظلام، هو شهر المحبة والمودة والرحمة لا القسوة. وما أجمل أن يمنحك الله قلبا سليما طاهرا، وما أشده من عقاب أليم حين تمنح قلبا قاسيا حاقدا بعيدا عن الله. يا أخي، قف أمام هذه الآية، لا بد وأن يتحرك قلبك ولسانك وسمعك وجوارحك حين تسمع قول الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. اللهم لا تجعلنا منهم. نعم، ما أحوجنا إلى أن ننظف وأن نطهر قلوبنا. القلب السليم قلب موصول بالله، قلب رحيم، والقلب المقطوع عن الله قلب قاسي، والقلوب القاسية لا يحبها الله. وهنا يقول الشاعر: كن قابل العذر واغفر ذلة الناس، واغفر ذلة الناس، ولا تطع يا لبيبا أمر وسواس. فالله يكره جبارا يشاركه، ويكره الله عبدا قلبه قاسي. نعم، القلب الموصول هو قلب يحبه الله عز وجل. يقول المولى سبحانه وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لن يدخل أحد الجنة إلا بقلب سليم طاهر نقي نجي. وسئل الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أي الناس أفضل؟ فقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: يا رسول الله، صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا حقد ولا حسد. نعم، ما أحوجنا إلى أن نطهر قلوبنا وأن ننشر المحبة والمودة والسلام بيننا. ونحن في هذا الشهر، شهر الصفاء، فشهر رمضان لقد ميزه الله عز وجل بمميزات عديدة. ميز الله شهر رمضان بأن جعله شهر القرآن، وجعله شهر الصيام، وجعله شهر القيام، وجعله شهر التراويح، وجعله شهر اجتماع الأسرة، وجعله الله لكي يقف الإنسان مع نفسه بعد مرور سنة كاملة، يقف مع نفسه. ليس شهر رمضان مجرد تغيير في الوجبات ولا في مواعيدها، إنما هو شهر يغير النفوس والقلوب من الأسوأ إلى الأحسن، ومن الشر إلى الخير. فهو شهر التغيير، وشهر المحبة، وشهر المودة. أسأل الله تعالى أن يكرمنا في هذا الشهر بكل ما هو خير، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. نحتاج في هذا الشهر الكريم أن نخلص النية لله، فوالله لو أخلصنا النية لله لرزقنا الله. يقول المولى سبحانه وتعالى: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.